هذا العمل ما درتوش وحدي باش نكونوا شويه صراحه، هذا عمل مشترك ما بين مجموعه تاع الجمعيات، عمل مشترك ما بين جمعيه الفنون الدراميه للمسرح والسينما، كاين جمعيه ديال سميتو جمعيه بليزاس للاعمال الخيريه، وكاين جمعيه ليمون تيكواندو، وكاين الجمعيه ديال اللي في حي سالم التعاون. وطبيعه الحال كاين افراد، كاين افراد اللي متطوعين اللي عطانا بيكاب باش نوصلوا، هو البلديه تاع بركان، واللي عطانا الطوبيس باش نمشيو معنا الناس كذلك العمله ديال بركان. اذا كاين واحد العمل مشترك. العام اللي فات درنا 102 ديال الديار، وهذا العام خرجنا شي حاجه لواحد الجهه، وكذلك باقينا واحد 40 على حساب العدد ديال السكان اللي كاينين في ولاد داوود ولاد يحيى وبوغرين. لكن نحيي جميع الاخوان والاخوات اللي سواء اللي جمعوا واللي وصلوا واللي رجلوهم واللي عمروا واللي داروا لومبالاج، عاودوا حتى الشيفور تاع البلديه اللي نهار لحد ما خدامش حتى هو راه متطوع. ماشي شي حاجه، راه كل واحد دار يدور. ثانيين هذا العام غادي يكون ناقص، كنا نطمحوا باش نديروا 300 دار، ولكن 2020 واخا كانت كورونا حنا درنا العمل ديالنا، لان كنا جمعنا في الصيف، كنا دايرين 2021 غادي يجيو الناس اللي من الخارج وعدونا باش يجيبوا لنا الكسوه من عندهم، ولكن تصادفت ان الباطويات تلال، الطائره كانت رخيصه، وجميع العائلات جاو في الطياره، ما يمكن لهمش يخلصوا 12 اورو للكيلو في الطياره، وداك الشيء غالي عليهم. لذلك ان شاء الله حنا نطمحوا هذا الصيف الجاي، وهو نداء لجميع الاخوان في الدول الاوروبيه، هذا العام ان شاء الله اذا كانوا البطويات محلولين، اللي عنده شي كسوه زياده تاع ولاده وبناته ديالو ديال مرته ديال العائله ديالو ديال الجيران ديالو، اي واحد اللي غادي يجي هذا الصيف في الطوموبيل ولا الطوبيس يجيب لنا معاه ساك ولا زوج. ان انتم بالنسبه لكم هذاك الشيء راه اوكازيون، ولكن بالنسبه للفقراء هذاك الشيء راه عندهم جديد. حتى انتم خصكم تساهموا معنا، حتى انتم خصكم تعرفوا على ان راه عندنا الفقراء ديالنا، راه الناس اللي كيديو الاطلس عطا الله الخير، الناس اللي كيديو الجبال عطا الله الخير، ولكن حتى حنا عندنا القبائل اللي تحسن اللي ما عندهمش امكانيات، بل ان من تشوف السكنه ديالهم غادي تقول هاد الناس كيفاش عايشين في هذا البرد. في الاسبوع اللي فات رغم انه ما كانش الشتاء وما كانش الثلج، مشيت لتافوغالت انا واحد الصديق ديالي على 10 ديال الليل، لقينا زوج درجات تحت الصفر، ومشيت لاجداين والجهه تاع عين المو لقينا 7 درجات تحت الصفر. اذا حتى ولاد داوود حتى ولاد يحيى حتى ولاد بوغرم حتى ذاك الدواور اللي راه عندهم البروده، على الاقل دوك الاطفال نعطيوهم اشنو يلبسوا. اما الى بغيتوا حسن اتصلوا معنا على عن طريق الميسنجر، حنا ما كرهناش نديو الكوبيرتات نديو القطار، ولكن الله غلب الطالب. اذا انا من جديد احيي جميع الجمعيات اللي ذكرتهم واللي داروا يديهم في هذا العمل الخيري، سواء كانت جمعيه بيزنس للاعمال الخيريه، سواء جمعيه الفنون المسرح والسينما، سواء جمعيه ليمول تيكواندو، سواء الجمعيه ديال التعاون اللي كاينه في حي سالم، والافراد كذلك، النساء اللي كانوا يعاونونا، الشباب اللي كانوا يعزلوا العزل باش نديروا لهم بلاص ديالهم، كل واحد دار يدو. لذلك احنا هذه الكلمه اللي كنلقيوها الان ما عندناش
التربية ديالنا ولا في الأخلاق ديالنا أننا نصور الناس اللي نعطوه، نحترموا الشخصية تاع كل واحد ونحترموا الكرامة تاع كل واحد. هذا العمل دابا هذه الدورة الخامسة اللي احنا فيها، ونتمنى إن شاء الله يكون الخير في المستقبل أكثر. شكرا السكاوي، الله يجازيك بخير إن شاء الله في الميزان المقبول على هذا العمل الخيري.